بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل الجزء الثاني من الدرس الخامس، ثورة 25 يناير و 30 يونيو. كلمنا في الجزء الأول على أهم أحداث الثورة، وقلنا من أهم أحداثها الاضطراب الأمني الشديد. قابل الشعب المصري هذا الاضطراب بتكوين اللجان الشعبية، ثم تم الاستعانة بالقوات المسلحة بهدف حماية وتأمين الممتلكات والمواطنين. طيب، موقف نظام مبارك من الثورة. ظهرت مجموعة من المحاولات لامتصاص الثورة. بداية قام رئيس مبارك باختيار نائب لي اللي هو اللواء عمر سليمان ليكون نائب رئيس الجمهورية، وقام بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه. الشعب برضه لم يقبل بهذه الإصلاحات. قام الرئيس مبارك بتشكيل حكومة جديدة لم يرضى عنها الشعب المصري. ولما كل هذه المحاولات باءت بالفشل واستمرت المظاهرات، اضطر الرئيس مبارك في 11 فبراير 2011 إلى بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. استمعنا طبعا إلى بيان رئاسة الجمهورية، واللي أعلن فيه مبارك تخليه عن الرئاسة وتسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فطبعا خرجت ملايين من الشعب المصري تحتفل بهذا الحدث التاريخي. الثورة هنا ثورة 25 يناير أثبتت حاجتين. أولا، مدى إصرار الشعب المصري مع الإرادة والعزيمة على الاستمرار من أجل تحقيق المطالب، وتحققت بعض المطالب. الحدث أو الإثبات الآخر هو أن الجيش المصري هو قوة مساندة للشعب. شفنا إزاي الجيش المصري وقف بجانب الثورة المصرية وبجانب الشعب المصري. والجيش المصري ليس أداة، ليس وسيلة لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة ويعني القضاء عليها. استكمالا لأحداث ثورة 25 يناير، تأتي أحداث وظروف ونتائج ثورة 30 يونيو 2013. طبعا من نتائج ثورة 25 يناير دستور جديد للبلد، انتخابات، رشح بعض المرشحين أنفسهم في هذه الانتخابات، منهم كان الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، وهو اللي فاز في هذه الانتخابات، انتخابات الرئاسة، أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير سنة 2012، وفاز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي. لكن تجمع الشعب المصري العظيم مرة أخرى في يوم 30 يونيو 2013. إيه السبب؟ إيه سبب التجمع؟ إيه سبب الثورة؟ سبب عدم رضاء الشعب المصري بما يجري؟ أولا، استمرار سوء الأحوال الاقتصادية. اثنين، سياسات رئيس الجمهورية الجديد محمد مرسي لم تحقق حلول للمشكلات اللي بيعاني منها غالبية الشعب المصري، خاصة العدالة الاجتماعية. يبقى الأسباب الحقيقية لثورة 30 يونيو 2013 هو استمرار سوء الأحوال الاقتصادية، و السياسات الجديدة لم تقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها غالبية الشعب المصري، وخاصة العدالة الاجتماعية. وحفاظا على الأمن العام للدولة، تدخلت القوات المسلحة، وكانت قد أعلنت بيانا في 30 يونيو 2013 وضحت فيه
يبقى في 23 يونيو 2013، يعني قبل خروج ملايين الشعب المصري يوم 30 يونيو للثورة، وحفاظا على الأمن العام للدولة، القوات المسلحة رأت أن من واجبها تصدر بيان تجمع فيه الشعب المصري ووضحت فيه الآتي: أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصري تحتم التدخل لمنع انزلاق، يعني دخول مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. وفي ظل هذه التطورات السريعة صدر بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 23 يونيو يوضح خطورة الموقف على الأمن القومي المصري، ويحدد خلاله مهلة لمدة أسبوع لتآلف مختلف القوى السياسية والوطنية للوصول إلى خريطة مستقبلية لمصر. القوات المسلحة تدعو الجميع وبدون أي مزايدات إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها. وإحنا عندنا أسبوع، لدينا أسبوع. هقولها مرة كمان، بقول القوات المسلحة تدعو الجميع، تدعو الجميع وبدون أي مزايدات إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها. ولدينا أسبوع يمكن أن تحقق فيه الكثير، وهي مرة أخرى دعوة من أجل الحاضر والمستقبل، دعوة من أجل الحاضر والمستقبل. زي ما شفنا كان بيان القوات المسلحة بيتكلم على مصالحة وطنية وإيجاد صيغة للتفاهم لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. رفض الرئيس مرسي الموافقة على إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة، يبقى كانت القوى المعارضة بتدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، كما رفضت قوى المعارضة أيضا دعوته للحوار السياسي. ما كانش فيه بنود أساسية للحوار عشان المعارضة تقعد مع رئيس الجمهورية في الوقت ده محمد مرسي، فرفضت المعارضة دعوته للحوار السياسي. طيب ايه اهم نتائج الثورة؟ تم عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية في 3 يوليو 2013، وتسليم السلطة الى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. يبقى اول نتيجة للثورة عزل محمد مرسي وتسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. وفعلا صدر الدستور الجديد في 2014، وتم عقد انتخابات رئاسية جديدة، وفاز فيها المرشح عبد الفتاح السيسي، وبذلك بدأت فترة جديدة من تاريخ مصر تطلع فيها الشعب المصري لتحقيق أحلامه وطموحاته في تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء والتقدم والتنمية.